دايما الجمهور قاعد بيتذوق، بيشوف الكلمه، بيسمع الجمله. الجميل حتى لما جمهور النادي الاهلي حس بمشاعر معينه في تعليقك، لا الكل بلا استثناء اجمع عليك. في البعض ممكن يقول لك ايه جمهور النادي الاهلي سعيد بيك، ممكن جمهور تاني يقول لك لا مش متفائل. لكن الجميل انا عايز اقول لك، مش عايز اخص جمهور الاهلي بس، لا ده الجماهير المصريه عامه بتحب تسمعك وانت بتعلق على المنتخب، وانت بتعلق على مباريات النادي الاهلي او حتى مباريات باقي الانديه المصريه في البطولات الافريقيه. ثلاث ارباع شغل يا محمد خارج مصر، خارج جمهوريه مصر العربيه، في القنوات العربيه. فلما بعلق لفريق مصري انا بعلق لمنتخب بلدي، لاسم بلدي. بعلق للاهلي، بعلق للزمالك، بعلق للاسماعيلي، للاتحاد، للمحله، سواء بطولات عربيه او افريقيه. ولكن كل ده بنساه، بنسى، بفتكر بس علم بلدي. مزبوط. عالم بلدي. فانا دايما بعلق باسم بلدي، ببقى فخور جدا لما فريق مصري يفوز بلقب افريقي او يشرفنا في كاس عالم للانديه، لان بقول مصر. لما اتكلم بقول الاهلي، بقول الاهلي المصري، الزمالك، الزمالك المصري. فده لان انا في قنوات عربيه بشتغل، فده لما الاهلي يفوز بلقب او يقدم صوره مشرفه، ده شرف ليا انا كمصري في هذه القناه العربيه اللي شغال فيها. ببقى فخور بأدائه، وفخور بنتائجه، وفخور ببطولات وإنجازاته. وده طبعا دي حاجة بتسعدني طبعا، وتسعد أي واحد مصري خارج البلد. احنا كمصريين خصوصا اللي بيكون عايش بره بلده، عارف قيمة تراب البلد. المصري اللي عايش بره بلده عارف قيمة تراب البلد، عارف يعني ايه مصر، ويعني ايه مكانة مصر، ويعني ايه عظمة مصر. فعشان كده الواحد لما بيعلق، لا معلق بروحي، بقلبي، بكل حته في جسمي. والحمد لله، الحمد لله منتخب مصر ان شاء الله يكون افضل وافضل باذن الله. النادي الاهلي ان شاء الله عندنا امل كبير جدا جدا، وكل المؤشرات السابقه من اصدقاء اللاعبين في النادي الاهلي بيتكلموا كلام محترم جدا جدا عن المدرب الجديد، وقد ايه مدرب تأقلم بسرعه مع اللاعبين وعرف يقف على النقاط الضعف والقوه في الفرقه، عمل شغل قوي جدا جدا. فانا بقول للجماهير تفائلوا بالمرحله القادمه، ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع تاني بقوته، خصوصا طبعا في البطوله بتاعتنا، البطوله المفضله والمحببه، وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. ده املنا ان شاء الله باذن الله في الموسم الجديد او في البطوله الحاليه اللي بدات، ان احنا ان شاء الله نكون ابطال القاره السمراء في الموسم الجديد باذن الله. لو بنتكلم على الكواليس وذكرياتك مع التعليق، اكيد في اهداف، في مباريات محفوره في الاذهان لغايه اللحظة.